الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من هو أفصح العرب والعجم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، طلابنا الأحبة، مدرسين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والسلام مني لكم. أشكركم على استقبالكم لنا وحفاوة الضيافة ولتقدير واحترام لأعمالكم ورسالة إجلال وامتنان لجهدكم. يسعدني أن أقف هنا فخورا بكوكبة رائعة من أبنائنا في إندونيسيا أو ماليزيا الذين يعملون جاهدين للوصول للأفضل دوما، وهذا يدل على العزيمة وقوة الإرادة لديكم. أهنئكم على هذه الروح، متمنيا لكم النجاح والتوفيق وإلى الأمام. أيها الحفل الكريم، تأسس مركز اللغات الحديث سنة 1970 على يد والدي الأستاذ يوسف حسان عوض، وهو من مواليد القدس سنة 1936 من قرية العيسوية، وهي من ضواحي القدس الشريف. وبقليل من المال وكثير من الإيمان ذهب إلى الولايات المتحدة بهدف العلم، وحصل على شهادة الماجستير والبكالوريوس تخصص اقتصاد وإدارة أعمال. وبعد عودته إلى أرض الوطن وجد أنه من الضروري تأسيس مركز ثقافي للغات لخدمة أبناء الوطن وتعزيز مكانة اللغة العربية واللغات الأجنبية. 5 عقود مضت منذ أن تأسس مركز اللغات الحديث في جبل الويبدة، وما زال في أوج عطائه، يساهم بدوره الفعال في تأهيل وتدريب الآلاف لتمكينهم من استيعاب وإتقان العديد من الدورات في اللغات الحية بنجاح وثقة، طلابا ورجال أعمال وربات بيوت وموظفي مؤسسات رسمية. إن الثقة المتبادلة بين المركز والملتحقين بالدورات، والتي نحرص عليها أشد الحرص، قد سارت بنا من نجاح إلى نجاح وإلى نمو وعطاء مستمرين عبر وسائل حديثة وأجواء مريحة. وبسبب هذا النجاح تم تكريم المركز بوسام التربية والتعليم الذي منح من المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والحصول على رخصة دائمة محياة من وزارة التربية والتعليم في الأردن. أما دوليا فقد أصبح مركز اللغات الحديث معتمدا من أشهر الجامعات العالمية، وأهمها جامعة ميتشيغان الأمريكية وجامعة كامبريدج البريطانية، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى المنتشرة في بقاع الأرض مثل تركيا واليونان وكندا وأستراليا وغيرها. وتم تأسيس شركة جديدة تابعة لمركز اللغات الحديث اسمها مكتب اللغات الحديث لخدمات الطلاب الجامعية، وذلك من أجل تأمين القبولات الجامعية في مختلف الدول الأجنبية والمحلية وتقديم المنح. اسمحوا لي أن أوجز لكم الخدمات التي يقدمها مركز اللغات الحديث.
أولاً، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لذلك تم تطوير دوراتنا في اللغة العربية لتشمل المواضيع التالية: الدورات الرئيسية والتي تركز على اللغة العربية والفصحى، وهي تعتبر مقدمة للعربية وقواعد لغوية أساسية، وهي 12 مستواً من المبتدئ إلى المتقدم. الدورات العامية باللهجة الأردنية المحكية، وتشمل الحوارات الأكثر استخداماً في الحياة اليومية. دورات متخصصة في اللغة العربية للصحافة، فهم الشرق الأوسط، اللغة العربية للمبتدئين، قواعد اللغة العربية والنحو، تجويد وتفسير القرآن الكريم، دراسات في الثقافة الإسلامية والعربية، أنواع الخطوط العربية. ثانياً، من الخدمات التي يقدمها المركز تعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية وامتحان الطلاقة باللغة العربية الدولي بشراكة مع مجموعة طلال أبو غزالة. خامساً، تأمين القبولات الجامعية للطلاب الأجانب للدراسة في الأردن، وخاصة في كلية الشريعة ودراسة اللغة العربية والتخصصات الإسلامية، مع توفير سكن الطلاب الخاص والذي يقع بجانب المركز، ما يوفر الوقت والجهد والمواصلات، بالإضافة إلى توفير وجبات الطعام اليومية بما يناسب ذوق الطلاب. بالإضافة إلى عقد رحلات سياحية دينية لأضرحة الصحابة والمقامات للأنبياء، كضريح زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومقام النبي نوح، ومقام النبي أيوب عليهما السلام، بالإضافة إلى زيارة الأماكن الدينية والتاريخية مثل أهل الكهف، ومزار الكرك، وقلعة الربض وغيرها. أعزائي الطلبة، إن العمل على خدمة اللغة العربية تعليماً وتعلماً ونشرها واجب علينا جميعاً، إذ إن المسلمين مرتبطون بهذه اللغة بشكل يومي، حيث يقرؤون بها في صلواتهم ودعواتهم، فينبغي لنا العمل على تعليمها وتعلمها ونشرها بشكل مستمر، ونأمل أن تكون زيارتكم لنا بمثابة تجربة تستحق أن تبقى معكم بقية حياتكم ذكرى طيبة وعلما نافعا. نود أن نعلمكم أننا نسعد أن تكونوا بيننا، وأنه بقبولنا هذا البرنامج نسعى إلى خدمة اللغة العربية والعمل على إيصالها إلى من يرغبون بتعلمها بأفضل صورة ممكنة. وفي الختام، أقدم لكم شكري جميعا، وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية وفي اتخاذ القرار الصائب لمسيرة حياتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز اللغات الحديث، بهدف تعزيز قيمة اللغة العربية لدى الطلبة الأجانب في الأردن والوطن العربي وحتى العالم، وقع مركز اللغات الحديث اتفاقية تعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة تخص امتحان الكفاءة باللغة العربية، والذي يماثل امتحان الكفاءة باللغة الإنجليزية أو ما يعرف بالتوفل. أنا هنا سعيد لأنني من الذين يفتخرون باللغة العربية، فلذلك هذه الشراكة متكاملة وشراكة، فيها عدم تنافس، إنما هي تكمل بعضها البعض. أنا سعيد بأن أكون معكم وسعيد بأن نتوقع معكم. ونظراً لوجود عدد كبير من الأجانب في المملكة وخصوصاً الطلبة منهم، عملت مجموعة طلال أبو غزالة ولمدة 5 سنوات على امتحان الكفاءة باللغة العربية ليرى النور مؤخراً، إذ يقيس هذا الامتحان مهارات الطلبة الأجانب من محادثة وقراءة وكتابة واستماع في اللغة العربية.
ويأتي دور مركز اللغات الحديث في عقد هذا الامتحان واعتماده ونشره لطلبته الأجانب ممن يدرسون اللغة العربية. كل لسان بإنسان.